عندنا تقرير عملته بنفسي في مشات الجيزة من الخطبة إلى منشية القناطر، هدوا حضرات السادة المشاهدين أن هم يشوفوه، ونرجع تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. في الخطبة وفي عمق الصحراء وفي أرياف بعيدة جدا تحس إن كلها فقر، لما تلاقي مزارع ورد بلدي زي دي، ورد قطف ومصريين غلابة فقرة جدا جدا من قلب قرى الجيزة، جايين بغنى قلوبهم وبغنى ثرواتهم الطبيعية وعزيمتهم وإرادتهم على أن هم يحاربوا الفقر ويعملوا مشاريع زراعية وينافسوا إسرائيل وهولندا في تصدير زهور القطف، فكده انت في مصر. يا ريت نلاقي حد يشجع الناس دول. جمع الورد هنا بيبدا من كام لكام؟ من الساعه كام للساعه كام؟ الساعه 5 الصبح، بنريح حوالي الساعه 10 كده نفطر ونتغدى، نخلص الساعه 6 الليل. 6 الليل؟ بس هو الساعه 5 كده في النواره في المغربيه. عدد بنرص يعني كده نظبط الورد، تكون الساعة 6 كده، 6 ونص. لكن أفضل جمع له بدري يعني. أفضل جمع بدري في الندى. في الندى. الوردة تفضل محافظة بنفسها. الثرو دون درجة الرطوبة هناك والبرد والكلام دون، عود الثرو هناك بيشتغل أساسا من شهر 10 لغاية آخر الشتاء. يعني هو بيتحمل عندهم الاجواء يعني. عشان كده ده هم ده اكتر حاجه بيطلبوها الثرو ده. الثرو الليمون. طب الثرو البلدي ما بيطلبوش؟ لا بيطلبوه. التويه والايطالي. والايطالي بيطلبوه. انواع الثرو كلها. التويه اللي هي زي دي كده اللي انا هصورها دي دلوقتي. اللي هي دي اسمها التويه. التويه ذهبي. التويه ذهبي. ده اسمها يعني. طب هما بياخدوا بقى في التصدير انهي احجام؟ الحجم الصغير ده ولا الحجم الاكبر ده ولا الحجم الاطول ده؟ بياخدوا من اول حاجه متر وربع، متر ونص. متر وربع المتر ونص. وانت طالع بقى. بياخدوا الحلزوني والتورته والكوره وكل الانواع. دي انت تقصد ده باشكال ولا انواع؟ باشكال في الليموني. ايه تاني غير ليبيا؟ اشمعنى ليبيا اللي مركزين عليه؟ والسعوديه برضه يا باشا. السعوديه بتاخد منكم برضه؟ بتاخد اخشاب، هوريك انت الاخشاب. اشجار خشبيه توصل؟ خشبيه. اذكر لي انواع كده من اللي بتاخدها. يعني تكون مستلس، اكاسيا جلوجا، اكاسيا اندوزا، خيار شمبر، ابو المكارم، اللهم صل على النبي، تسبسيا. تمام. في انواع كتير قوي لان الاخشاب حاجات كتير. جاهز عشان نزرع. تزرع ايه؟ هنزرع كرزنطه. كرزنطه. كرزنطه دي اللي هي ايه؟ اللي هو بيقول عليها قراويل. يعني هو في فرق بين القراويل والكرزنطه مش كده؟ يعني الكرزنطه دي بتقلي هي الماده الحشو بتاع بوكيه الورد. انما بتشتغل بيها. انما الارانيا دي انا شايف القراويل دي كلام. القراويل دي كانت زمان. القراويل كانت زمان؟ كان زمان. بس انا شايف وردتها جميله قوي. ما هو ده في الوان اكتر، ده انت جيت بس احنا كنا بلوك كده مشطب. وانت بتزرع بقى بتاخد من الامهات اللي عندك وتشتل ولا هتجيب امهات من بره؟ بنجيب ساعات، بنجيب من بره لما دي تقدم. دي متشتله بقى لها قد ايه؟ بقى لنا شهرين. ومن الخطاطبه منوفيه، بلد مشاتل الخضار ومعاها مزارع ورود القطف، النهارده في قريه سهواج احدى قرى المنوفيه ايضا مركز أشمون، قرية سهواج. قرية بتمتد على ساحل نهر النيل فرع دمياط حوالي 8 كيلو متر، وبيأجر شبابها كمان أراضي العزب والقرى المجاورة. عندنا هنا شجرة ملوكي بيوصل تمنها ل 16 و 14 ألف جنيه، بتطلع من سهواج ب 3 و 4000 جنيه القيمة المضافة، لكن أهل سهواج اتحولوا من زراعة المحاصيل التقليدية البرسيم والقمح والذرة إلى بساتين الزينة أو مشاتل الزينة. بسألهم بيقولوا لي كان عندنا بساتين برتقان قلعناها كلها لأن ما جابتش حاجة، نزرع برسيم وقمح ليه ونربي مواشي؟
واحنا اساسا كل متر هنا له ثمنه على نهر النيل فرع دمياط. المتر هنا له ثمنه حاليا لما بنزرعه بقصرية الزينة في سوهاج، انت في مصر.